إقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين على تطعيم فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا بجرعتين للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما بعد موافقة أعضاء لجنة التطعيمات في مملكة البحرين على تطعيم هذه الفئة بعد انتهاء التجارب السريرية التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وإثبات فاعلية التطعيم لهم. ثقة عالية بالفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا شهدتها أروقة مركز التطعيمات في مجمع سترة التجاري من خلال الإقبال الكبير على تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً بعد الإعلان عن الموافقة على التطعيم لتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس. مثل ما احنا شايفين صار لنا تقريبا اسبوع بس الاقبال كبير، ونصيحتي طبعا حق جميع اولياء الامور انهم يسرعون في تسجيل ابنائهم ليتلقون هذا اللقاح عشان نوفر المناعه المستحقه والمتاحه حق جميع المواطنين. يعني هاي كلها في النهايه بيعود على بالخير على المجتمع نفسه. تعاون واضح الملامح بين اولياء الامور والمنظومه الصحيه نتج عنه أعداد كبيرة من المتطعمين المنخرطين في هذه الفئة العمرية، مما يسهم في زيادة أفراد المجتمع المحصنين من الإصابة بالفيروس وزيادة دعم الجهود الوطنية من خلال الالتزام بالوعي المجتمعي وزيادة الحيطة والحذر وضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس حفاظاً على سلامة الجميع. المفروض اللي هو الكبار الحين يحفزون الصغار، يعني هذا شيء جيد يعني في المجتمع البحرين ما شاء الله واعي، ممكن تحصل الأطفال مندفعين زي من الكبار بعد. والله يعني تطعم مهم حق كل مواطن، لأن احنا ما يمدينا نقضي على الوباء إلا إذا كل من طعم، هو واجب على كل مواطن أنه يطعم. الدولة ما سوت هالشيء إلا أنه هو صحة وحفاظاً له وسلامته يعني. بالعكس لا يخافون على عيالهم، بالعكس هاي ما سوت الدولة وذي إلا ذا هو شيء صحي ومفيد لهم وحماية لهم إن شاء الله. عملية التحصين عملية في غاية الأهمية، لأن المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس. هذا ويمكن التسجيل للتطعيم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة أو عبر تطبيق مجتمع واعي من خلال اختيار التسجيل لأخذ التطعيم المضاد للفيروس، حيث يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئة العمرية المذكورة، إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم. إقبال على التطعيم يبين وعي المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين للحد من انتشار الفيروس والتعاون مع فريق البحرين الطبي للقضاء عليه. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.